السلام عليكم متابعينا اهلا وسهلا بكم في قناة جيمز ماستر اليوم معنا حلقة جديدة وشرح جديد اصدقائي كيف تعريب لغة دراجون بول زد الكثير سألونا عن كيفية تعريب اصدقائي اللعبة تدخل على مجلد اللعبة اصدقائي محل ما يوجد اللعبة انما ثبتها في الجهاز حتى لا نطيل عليكم الشرح ندخل على مجلد انجن ثم ندخل على مجلد البينريز في على الباينريز بعدين نخش على مجلد ثيرد بارتي بعدين بنخش على مجلد اصدقاء ستيم ووركس بعدين بنخش على المجلد هذا ستيم في 139 بعدين بنخش على مجلد ويندوز 64 بعدين بنخش على مجلد اسمه ستيم ملف عفوا ليس مجلد ملف ستيم إميو دوت اي ان اي تضغطوا دبل كليك اصدقائي يفتح ملف على شكل تكست نختار انا الاسم عند اليوزر نيم كما ترون جيمز ماستر اللانجوج هنا حسب انت ايش اللغه كانت عندك كانت انجليزي عربي انجليش او عربي انت بتختار كما تريد اذا كانت انجليش تختار انجليش تكتبها كتابه هكذا اذا اردتها عربي تختار عربي زي هيك تكتبها عربي اوكي وبتختار اغلاق الملف وتختار حفظ والآن لو عدت للعبة وقمت تشغيلها ستظهر لك باللغة التي وضعتها هنا حسب language تمام اذا language عربي حتشتغل معك اللعبة عربي اذا وضعناها انجليزي حتشتغل معك اللعبة انجليزي حسنا هذا هو شرح اليوم الحلقة أصدقائي نراكم في الشرح آخر ولا تنسوا الاشتراك في القناة أصدقائي وتفعيل زر الجرس ولا تنسوا اللايكات والكومنتات أيضا إلى اللقاء